موضوعنا التالي الخاص بالسوشيال ميديا، الموضوع كلش أنا حبيته يعني الموضوع جدا إنساني، موضوع يمكن الكل شافوا على السوشيال ميديا وأنا شفته وحسنا، فأتمنى كل شخص شاف هذا الإنسان اللي راح نقول لكم حالته من خلال الفيديو اللي راح نشوفه إنه يسارع بالتبرع له ويساعده ويقدم المساعدة، لأنه هذا الشخص هو مصاب بالشلل الرعاشي، وهو برغم الظروف والإعاقة اللي هو عنده والظروف الصعبة اللي يعيشها، لكن هو أصر أنه يشتغل ويساعد نفسه ويساعد والدته. وإحنا نعرف أنه أي شخص هو مصاب بأي مرض لا سامح الله أو الشلل الرعاشي تحديدا، تكون حركته صعبة، تكون مشيته صعبة، تكون سيطرته على أعصابه وعلى الأمور اللي الأغراض اللي يلزمها جدا صعبة. لكن هذا الشخص ما حب أنه يكون عالي على أي أحد، حاب أنه يشتغل ويبيع الكلينس وتحديدا بساحة اللقاء حتى يعين نفسه ويعين والدته. خلي نشوف وياكم هذا الفيديو. من زمان تبيع كلينس؟ وين بيع مكان؟ ساحة اللقاء؟ عالتابع هذه ايه؟ ما ساحة اللقاء ايه؟ أكاب معي وأبيع. زين تبيتكم إيجار؟ لا ما الدولة. ها؟ ما الدولة حكومة. ما حكومة. إيه. يعني ما عندك أحد يشتغل مكانك؟ لا. الحمد لله وشكر. الحمد لله وشكر. الله يباوع لك بحق الحسين. الله يخليك ويحفظك. طيب هاي الناس كون هم تباع لهاي الناس الفقرة ما عندها، الناس المحتاجة. الإمام الحسين هم يباوع لها. لا بس الله يرحم الراحمين. يلا حبيب الله ياك، الله ياك سالم عمري، الله ياك. يعني يمكن الفيديو اللي شفناه هو يشرح حالته وهو اللي موصل رسالته. أنا رسالتي اللي أريد أوصلها اليوم إلى وزارة الشؤون الرعاية والشؤون الاجتماعية، إنه أنتم مواجبكم انه اي شخص بهذه الحاله، اي شخص بهذا الظرف، انه انتم اللي تتكفلون برعايته، انتم اللي توفروا له راتب شهري يعينه هو وذوي الاحتياجات الخاصه واي شخص عنده مثل هذه الحاله المرضيه. يعني عنده هذا الشلل الرعاشي وهو مصمم انه يبيع كلينس حتى ما يكون عالي على اي شخص. الحلو عنده عزه نفس اليوم. طبعا اني دا اشوف ودا استغرب اليوم خاصه ذوي الاحتياجات الخاصه، وهذه الحاله اللي شاهدناها بهذا الفيديو اللي هو المريض بالرعاش، دا نشوف اليوم عندهم عزة نفس حتى ما يكون عالي على غيرهم، مثل ما ذكرت يطلع أو يشتغل في سبيل حتى ما يقعد، ومثل ما يقول لك يمد إيده إنه أو يطلع بالشوارع يتسول. لكن الحلو بهذا الشاب ربي يعطيه الصحة والعافية، ونتمنى مثل ما ذكرت الجهات المعنية تنظر بأمره وتخصص له راتب لأن يعني هو ضروري. مستحق. يعني هو هذا واجبهم. أنا أرجع وأذكر إنه هذا الشخص هو موجود بساحة اللقاء يبيع كلينس حتى يعيل نفسه ويعيل والدته. أي شخص يعني يدربي وين يتواجد إذا كان غير ساحة اللقاء، نتمنى أنه يوصل هذه الرسالة أو يوصل المعلومات أو يحصل رقم تليفونه لهذا الشخص حتى نوصله للجهة المعنية ونساعد هذا الإنسان اللي هو مصاب بالشلل الرعاشي. وأرجع وأقول لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه هذا واجبكم، مستحيل يعني الموظفين الموجودين بهذه الوزارة أي شخص بيهم ما شاف هذا الفيديو، مستحيل. أكيد شايفين الفيديو وأكيد مثله ومثل غيره هواية حالات موجودة عندنا بشارعنا العراقي، فهذا واجبكم أنتم كوزارة حكومية توفرون كل مستلزمات الاحتياجات. إحنا أخذنا لكم هذا الفيديو حتى كإشارة دورة، يعني نتمنى أنه توصل قضيته بالشكل الصحيح، نتمنى أنه تعالجون هذا الموضوع بالشكل الصحيح وتوفروا له الراتب الشهري اللي يعينه ويعين نفسه لأنه ووالدته، لأنه مثل ما نقول أنه حالته صعبة، أولا بالتركيز بالمشي بالسيطرة على أعصابه يكون جدا حالته صعبة، والظروف اللي إحنا بيها والجو الحار. فأتمنى أتمنى أتمنى أنه أي شخص يشوفه بساحة اللقاء أو بأي ساحة ثانية أنه يقدم له المساعدة ويحصل رقم تليفونه حتى نقدر نوصلها للجهات المعنية اللي تريد تساعد وتقدم يد العون لهذا الشاب اللي هو فخر ومشرف لكل شعبنا العراقي. هذه حالة أيضا رصدناها لكم من السوشيال ميديا، خلينا نشوف حسناء شنو